كما تفقد رئيس الوزراء محطة معالجة الصرف الصحي بقرية برتباط غرب مغاغة ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث أكد مدبولي أن مشروعات الصرف الصحي تمثل أولوية مهمة على أجندة المبادرة الرئاسية، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على التوسع في نسب التغطية بخدمات الصرف الصحي بجميع قرى محافظات الجمهورية، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة للارتقاء بجودة ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.